جمعيات قاموا بالواجب ديالهم اللي دابا عندنا فيه الاشكال كبير. وباش تشوف انت تقريبا بحال هذا المخيم النموذجي اللي تيتوفر على 34 منزل اللي باقي خاصنا الضوء، ما يعني الناس ما عندهمش الضوء، خدامين بداك الطاقه الشمسيه دوك لا سميتو اللي كيتشارجاو، هادشي ما كافيش. اي كاين الناس اللي مراد اللي عندهم الدواء بحال السكر بحال الانسولين بحال هاد الامور هادي الضروريات، بعدا ما كنهضرش كاع على ما خلينا فين دقينا حاليا، راه درنا الطلبات ديالنا وسميتو، ولكن مازال كنتسناو وما عرفناش اش من باب اللي باقي خاصنا باش ندقوه، لان الضوء لا يعقل بحال هاد المنازل هادو ما يكونش عندهم الضوء بحال جميع الناس. المكتب الوطني للكهرباء كان عندنا، حطينا ليه الطلب ديالنا، جاوبنا وجا وشاف دار، قال لي كان ندير الدراسه ديالنا نشوفو، من بعد ما عرفتش واش غادي يشوفهم على عملاء ولا كيفاش، حنا ما عارفين شيء يعني. وكنتسناو دابا حنا الرد، وراه دابا تقريبا حنا راه دابا الزلزال دازت تقريبا ب 6 شهور باش تحولنا لها، ولا 5 شهور تقريبا، درنا حيدنا الخيام ودرنا الديور، يعني راه يمكن درنا دور يعني منزل توفروا فيه جميع الشروط، فيه الماء الداخل في الطواليت في الكوزينه، الضو دوزنا البرونشما ديال الضو في كلش المنازل فيهم الضو، وغادي تشوف بعينيك. ولكن حنا خصنا شي الحوايج اللي غادي دير الجمعيات والتنسيقيات وهذا، وراه تكلفوا شي حوايج اللي تيبقاو على عاتق يا اما في العماله ولا المكتب الوطني للكهرباء، حنا كنتسناو يجاوبونا. كلشي داكشي ديال الكوزينه عندنا، الفراش عندنا، كلشي داكشي جاوب لينا المواد، دروك كنطلبهم ان شاء الله كنطلبهم، وهاد العواشير غاردو دروك باش اللي جاب الثلاجه يلقى فين يحط الثلاجه مسكينه. شكون حنا كاينه في القراويه، حنا بعاد على كلشي، ما كان زعما شي حاجه اللي بعي قريبنا باش نمشي نتقدم، ما كاينه. اللي جاب مسكين الخضره كتلوى ليها، شكون ما كان فين يحطوا، اللي جاب اللحم ما كان فين يديروا. دوك الناس مساكن كيجيو كاين كاع ما عنده شي، كيجيبوا داك الدجاجه كيقطعوا بشوي بشوي باش يديروا مع الخضره باش يدوز به الخبز، وما يلقى فين يديروا. ظن هذا دروك الناس دروك الا درك غير العطش ما تلقاي فين تحطي غير القرعه ديال الماء باش تشربي، دروك الا كاين الصهد فين يلقاو الماء يشربوا مساكن، دروك يقلبوا على الضو الا دخل بعدا الحمد لله، وكاين الثلاجه بعدا ديك الساعه الا كاين غادي شويه ديال اللحم بيديروا. ودروك انا ما عمرش اللحم كيديروا فيه الناس اللحم، ما عمرش الدجاج كيديروا فيه الناس، اللي قديت حتى دروك اشكو دروك ما عندنا شي حاجه باش ندير فيه الدجاج. اللي جاب اللحم ما كاين فين يديروا، ندير دروك القديد، ما عمرنا شفت في حياتي القديد ديال الدجاج حتى دروك اشكو ضروري نديرها. ما كرهنا الضو يدخل قبل رمضان، نادف كان غلبيته قيسنت الدوش قيسنت الطواليت قيسنت الكوزينه قيسنت يعني كلشي الحمد لله يتجمع يتوفر قيس جميع المسائل غير توفر انت ميدنا. غيكا داك النغمه دا غير خاصا هو الضو، والضو السول داني قال لي يتموكريس بهرم قرن على حسب رمضان سنت يمك العصير يمي. المهم الضو هادي تحتاج باش هذاك النغ الفايده تنس الحمد لله، الضو دار سي هاد الفايده مقرن امانه تيني بيت ندغ 2500 متر غادي عندنا دمان خت العين اللي ختني اللي نكي الحمد لله امان توفر دارنا السكن الحمد لله كيتوفر. ماذا خصنا هو الضو، اش كدرنا غير التوالي واش كدرنا المدير الضو خترودان واش كان عبر المسائلات كل شيء. انا كودي راه سكنكرت المرحلات يعني يغوتني دورني غير زرانتني سكنتني تخطيط نصن، ولكن من بعد واش كان يوري لي والو يعني ورتا ليات ورتا هي سبعينات ورتا من غصان غصه صافي ندنا غيلا السركي تبارك الله يا ربي ارنتيني غيلا داتي رد دان غيلي يلا مهرجان خير البلاصت يعني 10 سوايع ولا ارنطاو يضغنوا فر كل شيء. زرمتنا غيلا 6 شهور يا وردرسني لي الدور درسني لي والو. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.